ما أريد أن أقوم به في مقطع الفيديو هذا هو التأكد من أننا مرتاحون من طرق تقديم وتصور الأعداد المركبة Complex Number. لذلك ربما كنتم على دراية بالفكرة، العدد المركب لنطلق عليه اسم زد، وزد هو عادة المتغير الذي نميل لاستعماله للعدد المركب. لنفترض أن زد تساوي A زائد BI، نطلق عليه مركب لأنه يمتلك جزء حقيقي real part، وله جزء تخيلي imaginary part. وفقط حتى تتعود الفكرة، أحيانا سوف ترى شخص يكتب الجزء الحقيقي هكذا: تعطيني الجزء الحقيقي من زد، هذه معادلة ستضع فيها العدد المركب وستحصل منها على الجزء الحقيقي. في هذا المثال الجزء الحقيقي سنطلق عليه A، وأيضا يمكن أن يكون لديك معادلة أخرى تسمى الجزء التخيلي. الجزء التخيلي من زد، تضع رقما مركبا ما وستخرج لك الجزء التخيلي، الجزء الذي يحدد مدى توسيع نطاق I. وفي هذا المثال سيكون بي هذا عدد حقيقي ذو قيمة حقيقية، ولكن هذا سيخبرنا مدى تمدد نطاق I في العدد المركب زد. بالضبط هناك. الآن إحدى الطرق لتصور الأعداد المركبة، وفعليا هذه طريقة جيدة لتصورها، هي عندما نبدأ بالتفكير في جذور الأعداد، خصوصا الجذور المركبة. نستخدم شيئا يطلق عليه اسم رسم أرجاند البياني، رسم أرجاند البياني. إذا هذا هو، يبدو كرسم بياني ذو محاور منسقة، وهو فعلا ذو محاور منسقة، ولكن بدلا من المحاور المتعارف عليها X و Y، فإن المحاور تمثل محور الجزء التخيلي ومحور الجزء الحقيقي. بالتالي فإن المثال Z يتكون من A زائد BI، سنقوم برسمه كمتجه مكاني على محور الجزء الحقيقي الأفقي. لنقل بأن هذا هو A، والجزء التخيلي سنضعه على المحور العمودي أو محور الجزء التخيلي. لنقل بأن هذا هو البي. إذا ما نقدمه في رسم أرجاند البياني هو المتجه زد كمتجه بياني، والذي يبدأ من صفر وله طرف على محاور A B. إذا هذا تماما هنا هو عددنا المركب، هذا هنا هو تصورنا في رسم أرجاند البياني للعدد المركب A زائد BI، أو تصورنا لزد. والآن عندما ترسمه بهذه الطريقة، عندما ترسمه بطريقة المتجه وأنت على معرفة مسبقة بالتناسق القطبي، قد تفكر: حسنا، قد لا أحتاج أن أمثل العدد المركب على المحاور المنسقة، فقط ب A زائد ب I أستطيع تمثيله بزاوية هنا كزاوية هنا لنطلق عليها فاي، ومسافة هنا نطلق عليها R، وهو نوعا ما مقدار المتجه. وأيضا تستطيع إذا أعطيت بعض الزاوية وبعض المسافة، هذا أيضا سيحدد هذه النقطة في العدد المركب، وهذا فعليا ما نسميه فرضية العدد المركب. وهذا هنا ما يسمى بالمقدار، أو أحيانا نسميه بالمعامل أو القيمة المطلقة للعدد المركب. إذا دعونا نفكر بها قليلا، دعونا نفكر كيف سنقوم فعليا بحساب هذه القيم. إذا R التي هي المعامل أو المقدار هي تدل على القيمة المطلقة لـ Z1. ماذا ستكون هذه القيمة؟ حسنا، لدينا هنا مثلث، لدينا مثلث هنا، هذه الجهة B، الضلع B، والقاعدة هنا ضلع المثلث A. وبالتالي لحساب R سنستخدم برهان فيثاغورس،
R تربيع تساوي A تربيع زائد B تربيع، أو R ستساوي الجذر التربيعي لـ A تربيع زائد B تربيع. إذا أردنا حل الفرضية، لنقل أننا نريد حل الفرضية، هذا سيكون مساوي لماذا؟ دعونا نفكر فيه قليلا. لدينا A و B، حسنا، ما تتعامل معه في هذه المعادلة هو الاتجاه المقابل للزاوية والاتجاه المجاور. دعوني أكتب العبارة الشهيرة سوكاتوا، الظل يتعامل مع المقابل تقسيم المجاور. إذن ظل هذه الزاوية والذي نطلق عليه فرضية العدد المركب، ظل الزاوية سيكون مساوي للضلع المقابل تقسيم المجاور، إنه مساوي لـ b تقسيم a. وعليه إذا كنا نريد حل هذه الزاوية سنقول أنها مساوية لظل الزاوية القوسي arctan أو معكوس الظل لـ b تقسيم a. الآن لنقل أن لدينا العدد المركب، لنقل أننا أعطينا الزاوية given r and phi، r and phi، لنقل أننا أعطينا هذا. كيف نذهب في الاتجاه المعاكس؟ الآن لو كان لدينا ال a وال b للجزء الحقيقي والجزء المركب، وقد أريتكم كيف تحصلون على المقدار وكيف تحصلون على الزاوية، ولكن إذا كان لديك هذه المعلومات كيف تذهب للناحية الأخرى؟ إذن أنت تحاول أن تستنتج الضلع المجاور. لديك الزاوية ووتر المثلث، إذن الضلع المجاور على وتر المثلث يساوي جيب تمام. إذن جيب تمام الزاوية مساوي للضلع المجاور على وتر المثلث. مساوي لـ A تقسيم R، وسوف أضرب الطرفين بـ R. R جيب تمام phi يساوي A، وسوف أقوم بشيء مماثل لـ B. إذا استخدمنا الجيب أي المقابل على وتر المثلث، جيب الزاوية يساوي B تقسيم R. سوف أضرب الطرفين بـ R ونحصل على R جيب فاي يساوي B. إذن كيف نكتب هذا العدد المركب؟ إذن هذا العدد المركب زد، العدد المركب زد سيكون مساوي لجزئه الحقيقي والذي هو R جيب تمام فاي زائد الجزء التخيلي ضرب I، أي زائد R جيب فاي ضرب I ضرب I. الآن قد يظهر أمر مثير للاهتمام، إذا سبق لك مشاهدة معادلة إيلور دعونا نستخرج R كعامل مشترك. إذن هذا سيكون مساوي لـ R ضرب جيب تمام فاي زائد I ضرب جيب فاي I ضرب جيب فاي. والآن ما هذا؟ وأيضا إذا كنتم شاهدتم فيديو عملته سابقا لسلسلة تايلور في قائمة حساب التفاضل والتكامل، وهو فعليا أحد أهم النتائج ذات الأثر العميق في كل الحسابات والتي ما زالت تدهشني. هذه صيغة إيلور، أو أن هذه وصيغة إيلور نفس الشيء، وقد بينا ذلك من خلال النظر في تمثيل سلسلة تايلور
لي اي للقوة اكس وتمثيل سلسلة تايلور لجيب اكس وجيب تمام اكس، ولكن هذا إذا كنا نتعامل مع الدرجة بالراديان، اي للقوة اي فاي، إذن زد ستكون مساوية ل ار ضرب اي للقوة اي فاي، إذن هنالك طريقتان لكتابة العدد المركب. نستطيع كتابته مثل هذا، لدينا الجزء الحقيقي والجزء التخيلي وهذا ما تعودنا فعله، أو نستطيع كتابته بالشكل الأسي والذي يكون فيه المعامل أو المقدار مضروب في المركب الأسي، وسنرى أن هذا مفيد جدا خصوصا عندما نحاول إيجاد الجذور. والآن حتى نتمكن فعليا من فهم هذا، لنقم فعليا بتطبيق مثال حقيقي. إذن لنقل بأن لدي زد واحد تساوي الجذر التربيعي لثلاثة، الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم اثنين، زائد اي وعليه نريد معرفة المقدار. ونريد معرفة الفرضية، إذن لنقم بذلك، ذلك المقدار يساوي الجذر التربيعي لمربع هذا، إذن هذا يساوي 3 تقسيم 4، 3 تقسيم 4 زائد 1 تربيع، أي زائد 4 تقسيم 4، وهذا يساوي الجذر التربيعي ل7 تقسيم 4، والذي يساوي الجذر التربيعي ل7 تقسيم 2. والآن لنستنتج الفرضية، لنرسم هذا على رسم أرجاند البياني، وسيبدو بهذا الشكل. سيكون في ربع الدائرة الأول وهذا ما يهمني، إذن دعوني أقوم بذلك، دعوني أرسمه بهذا الشكل. والآن لدينا حالة، إذن ستكون الجذر التربيعي لـ3. حسناً، دعوني أغير هذا قليلاً حتى تكون الأرقام أوضح، أعتذر منكم، سأكتبها بطريقة أوضح فقط لتكون النتائج أوضح. نريد أن يكون مثالنا بسيط، إذن لنجعلها الجذر التربيعي لـ3 تقسيم 2 زائد 1 تقسيم 2 اي. إذن لنستنتج المقدار، المقدار هنا يساوي الجذر التربيعي لـ3 تقسيم 2 تربيع يساوي 3 تقسيم 4 زائد 1 تقسيم 2 تربيع يساوي 1 تقسيم 4. إنه الآن يبدو بشكل أفضل، هذا يساوي الجذر التربيعي لـ1، أي 1. الآن دعونا نفكر به، دعونا نرسمه على شكل أرجاند لنتخيل الفرضية. هذه محاورنا، المحور التخيلي، المحور الحقيقي، هذا العدد المركب هو الجذر التربيعي لـ3 تقسيم 2، الجذر التربيعي للثلاثة يساوي 1.7، هذه 1، والعدد المركب سيكون في مكان ما هنا.
هذه الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم اثنين، وهي الجزء الحقيقي، والجزء التخيلي هو 1 تقسيم 2. إذا هذه 1 وهذه 1 تقسيم 2. إذا الجزء التخيلي هنا ونحن في الواقع نعلم طوله أو مقداره وهو 1. إذا كيف نستنتج هذا؟ كيف نستنتج فاي هنا؟ نعرف بأن هذا الجزء هنا هو الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم، أعتذر، لنكن دقيقين، نعلم بأن تلك الناحية هي 1 تقسيم 2، هذا الجزء التخيلي، ونحن نعلم أن القاعدة هي الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم 2. إذن هنالك عدة طرق نستطيع القيام بها لإيجاد الحل، إحداها هي بأن نوجد قيمة الظل لأنه متعلق بالضلع المقابل على الضلع المجاور. نستطيع أن نقول بأن ظل فاي يساوي المقابل، أي 1 تقسيم 2 تقسيم الجذر التربيعي لـ3 تقسيم 2. لنأخذ معكوس الظل لكلا الطرفين، وهذا سيكون مشابه لفاي تساوي معكوس الظل إذا ضربنا كل من البسط والمقام بـ2 يصبح 1 تقسيم الجذر التربيعي لـ3. تستطيع أن تقوم به بهذا الشكل. أيضا يمكن أن نقول فاي تساوي معكوس الجيب، جيب فاي يساوي المقابل على الوتر. إذن جيب فاي يساوي 1 تقسيم 2 تقسيم 1، أو أن فاي تساوي أرك ساين لـ1 تقسيم 2، ويمكن حساب ذلك بالآلة الحاسبة، أو يمكن الاعتراف أن هذا مثلث 30 60 90. وهذه القاعدة هنا هي الجذر التربيعي لـ3 تقسيم 2، وهذا نصف وهذا 1. إذن هذه الزاوية هنا ستكون 30 درجة، وهذا يكون شكل مثلث يطابق 30 60 90. وتستطيع النظر إلى هذا وإيجاد شيء مشابه. الآن أريد أن أضع هذا بصيغة الزاوية بالراديان، لأنه ما أن أستخدم الصيغة الأسية حتى أرغب باستخدامها بصيغة الراديان. إذا فاي تساوي 30 درجة، والتي هي نفس باي تقسيم 6. إذا باي تقسيم 6، فإذا أردت أن أكتب زد 1 بالصيغة الأسية سأضع 1 هناك، ولكنكم لستم بحاجة لذلك. 1 مضروبة في E للقوة باي تقسيم 6. باي تقسيم 6 آي، وانتهينا.